هلا مرحبا فيكم، معكم داركنس نينا. اليوم بنجرب لعبة اسمها ستراف، لعبة فيرست بيرسون شوتر، انزلت في 2017، موجودة على بلاي ستيشن 4 وعلى البي سي. هما يقولون انها اللعبة على طريقة العاب التسعينات، لعبة اوكي. نقلل الحساسية عشان ما يفتر راسي أنا. أوكي. هني أخذ سلاح يعني. أوكي. شكل هاي السلاح. يصير أخذ واحد ثاني. لا ما يصير، سلاح واحد بس. خلاص يلا بأخذ هاي. أوكي شكراً. يقول ها ليش كنت تلعب فيرست بيرسون شوتر؟ شو اسوي يا اخي، احب الفيرست بيرسون شوتر بس كنا الحين وايد سريع ترى، ما اقدر يعني، انا من النوع اللي ما اقدر اتحمل. ما ادري الحين احسن ولا لا. اوكي الحين شو السالفة، احنا وين؟ هايبر درايف. ممنوع اني ادش. احنا وين؟ كأنها قاعدة او وش الموسيقى. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا خفت. يعني المفروض هاي اللعبة اللي يحبون لعبة دوم. في لعبة ثانية اسمها أظن كوايك أو شيء متعجبهم. أوكي على طريقة نفس الستايل. ليش السلاح بطيء؟ بي لا، يعني تشوفون الجرافيك، يمكن هم يعني اتوقع متعمدين يسوونها بهالطريقة عشان يذكركم بالعاب التسعينات. شو حتى الدم شلون شكله. بسم الله. شو مات يا اخي، بدا اصور غلط. وين راح؟ هاي شنو مومياء؟ طار كبوسة. يلا موت عاد، مسختها. هاي شنو؟ لحظة. اوكي اعتقد انا جيت من هني ولازم اروح هني صح؟ تستحق ذلك. بسم الله. نعم نعم خير. شو يسوي هاي؟ خير. ترى سلاحي بطيء لين يتثور. شي طلقة طلقة واحدة واحدة. شو المخلوقات؟ اوكي لو سمحت. ايش صار؟ نعم خير. شنو شنو شنو؟ بسم الله. شو الاصوات؟ ايش السالفة؟ ابي لا لا. أعتقد هني ممكن أخذ علاج أو شيء. شلون؟ ترى ما أدري شلون.
لو سمحت بدرع. هاي على أي أساس؟ أوكي صراحة ما أدري، بس أنا الحين أظن إني متعورة وأحتاج علاج، ما أدري من أي علاج. نايس، جواي سيبالو بعلق فوق. لك يعني ما تبين. آي آي، هاي الشيء الشرير اللي هني. اي اي ايش دعوة ما عندي لها السلاح. يا شباب شاد بحر ابو هي. لا يا اخي لا تموت. ايه والله احتاج علاج، احتاج رصاص. شوفهم هناك منخشين. لقد مات. ثاني وين؟ شو الثاني ما يدري ان رفيجه مات. هاي شنو مهرج؟ اف ما تشوف عدل. ها تستاهل. جاي والله سيبال. قاعد تخرعوني. هاي شنو؟ اوكي قول لي هاي المكان زين عشان اشتري اغراض، بس وين زين؟ من وين اشتري؟ هاي شو انا خلصت الليفل الاول. انزين بشتري من وين؟ ترى يعني في اشياء ما مفهومة الصراحة. يعني انا لعبت دوم القديمة اقصد، مو بدوم الحين محدثة. لعبت كوايك او كوايك او ما شو اسمها، لعبت وايد العاب من العاب التسعينات، بس ما ادري الصراحة يعني يمكن يعني من زمان ما لعبت هالنوعية من الالعاب، احس نفسي مضيعة. اوكي قتلوني. زين سويت كنتري وين يعيد لي؟ بال من أول ليش عاد؟ شوف جرب الأسلحة كل واحد شي يسوي. هاي شكله زين بس ما أدري. هاي كنا بندقية يعني تعرفون شوزن. همشي أثار الرصاص. والله بداية اللعبة شلون؟ أقصد يعني بداية المرحلة. يا أخي أنت. شنو؟
حسيت حد يحفر مخي. آي 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 ألعب أبطأ، يمكن الشوزن أحسن بخصوصك. تستهبل أنت صح؟ أهم شي الرصاص الحقني. يا سيبال طبعا ما عندي رصاص عند الشكر، شلون اذبحهم؟ ما يصير تورت في راسك موت. كان مجهول الشكل صراحة، ما اعرف شلون شكله. هاي هاي يعني روبوت. خلاص مسختها. يا بعدين شلختوني. ليش تغير السلاح؟ ايش تبين يا دبانة؟ يعني الدبور القاتل، الإشاعة الخربوطية. وين؟ يعني واقف قدامك أثور ما أدري وين. شو هاي؟ يعني أنت الحين ما تبين. استغفر الله، شنو؟ فجرنا راسه. زين وين اروح؟ اي مت ايها السبال. السالفة وين نروح الحين؟ شلون نخلص المرحلة ذي؟ اي يعني الحين هاي الاصفر لازم ادوس عليه، ما ادري هو شنو، اسيد حمض ولا شنو بالضبط. انا اسفة لفتر راسكم وانتو تتابعون. اوف لحظة، ممكن هني؟ أو تغير السلاح، يعني إيش معنى الحين؟ يا حمد الشكر غير السلاح. شيء غريب، شنو الحين شنو؟ السالفة؟ غرفة سرية يعني؟ ترى والله ما ادري شلون خلاص المرحله، في شيء ناقص ما شفته ما اكتشفته. يعني هني كم مره اعرف قتلناهم كلهم، ما اعرف وين اروح. اهو هاي شنو؟ اه علاج. اوكي
هاي مكان ما بدينا اللعبة، بس ترى المرحلة شكلها غير عن مساعة، مو نفس الشيء. هاي شنو؟ اوكي هاي مكان جديد. هاي الجبان تي من ظهري. هاي شنو؟ بلا شكر. بشرناك اخي، شنو ذي؟ ليش صوتك صوت خنزير؟ اوه قنديل البحر. وين راح؟ بسم الله، ايش تغيرت الموسيقى؟ شنو؟ بخصوص ان الموسيقى شي تغيرت، صاير؟ شنو؟ والله ايش فيكم؟ ليش تغيرت الموسيقى؟ اوكي يلا باي، بروح المرحلة اللي عقب. تدا شيء غريب ان الموسيقى شي تغيرت فجأة. ايه هاي المرحلة اللي مساعة. زين لحظة، في سيف؟ صدقون لا ما في سيف. شي يعني نفس الاركيد وان ران. هاد شي صعب. انزين شلون واحد ممكن شلون واحد ممكن يكمل المراحل اللي عقب؟ والله انا كم ضربة وبموت. لا خلاص اف، والله شوف بموت. اوه لا 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 لا، وخر عن وجهي. يف نجمة البحر. هاي شنو؟ نخلص من من ولا من؟ لو سمحت شو السالفة؟ ايش قاعد تسوي؟ تخضر لبن انت؟ عطني مسدسي. زين شي صارت السالفة ملاكمة؟ يعني ما ادري شو سيف السلاح صراحة. بس ما حد يركض. لا 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 لا، ايش سوى يعني الحين هو بالسلاح؟ سوى له ابجريد ولا طوره ولا شنو؟ انت يا ابو قنابل. لا الحمد لله. بهي بسم الله، شنو هالصوت؟ يبي تخرعوني. يا سيبال قعدت تبكي قدامي تخرعني. ايه كورت في ريولة. غريب هالمسدس، شنو هاي؟ شو الرصاص شلون ينتشر؟ جابوهم تعلقين فوق. لا
أفلام سبلان؟ إيه؟ إيش دعوة؟ خسروني رصاص بس ما ندرى هالأماكن الحين فيها صب ولا لا، بلا في سبال هناك تكسب صح؟ اوف وين رايح؟ وين رايح؟ اقول انا لا 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 يا اخي لا، استغفر الله، ما فيها سيف اللعبة. مشكلة احنا اذا بعيد بعيد المرحلة الاولى. شنو يعني كويك ريستارت؟ كنت بعيد من اول. كانوا يثورون علي. اوكي شكله عاد المرحلة. شو اقول لكم، والله كل مرة غير. المهم بوقف انا اللعبة الحين هني، لان هو كان مجرد اخذ انطباع عنها وتصور وبس. والله ما اعرف، يمكن ما تعرفون عن هاللعبة وما سمعتوا عنها يعني، فكانت فرصة ان انا انزلها لكم اراويكم اياها، خصوصا حق الناس اللي يحبون العاب التسعينات القديمة عشان شكلها شيء. فلو حابين يعني تجربونها ممكن تشترونها على بلاي ستيشن 4 او على البي سي. اشكر متابعتكم، يعطيكم العافية وحياكم الله.